ايه رايك في الحمله الامنيه اللي ضد فتيات التيك توك الفتره دي ومشاهير السوشيال ميديا بشكل عام؟ لا طبعا انا شايفه الموضوع مش فيه خالص. يعني ازاي احنا يعني لو ولد اتحرش مثلا او اغتصب فاحنا بنقول ما نضيعش مستقبله حرام، نيجي عند بنت جوستنا هي بترقص في بيتها قدام الكاميرا بتاعت الموبايل بتاعها هي الشخصي، فاحنا نقبض عليها؟ ايه تهمتها دي؟ مش التيك توك بس، يعني في كمان وسائل اتصالات كتير وسوشيال ميديا حاجات كتير قوي انا معاها، وكمان مش على الفتيات بس. تيك توك مؤخرا ظهر فيه شباب عملوا لقطات سخيفة جدا وحاجات يعني خارجة عن عاداتنا وتقاليدنا احنا. انا شايفة ان صح، بس انا شايفة يعني الموضوع ما يستدعيش لحبس، يعني اللي هو يبقى قرصة ودني ليهم. بس انا يعني واحدة زي حنين دي صعبت عليا ان هي مستقبلها ضاع خالص بمجرد فيديوهات بتعملها. ليهم في غلط، مش ماشيين مع العادات والتقاليد بتاعتنا وكده، بس ما تستدعيش ان هو يتحبسوا. الموضوع ده بينطبق على الاطفال كمان، يعني الاطفال بتاخد الموضوع ده بتستعمله استعمال غلط. بايد الدوله في كده، لان احنا دلوقتي بدانا نلاقي الاولاد بيعملوا حاجات وعادات وتقاليد غير مناسبه لينا اطلاقا. انا شايفه ان طريقتهم في التيك توك كانت غلط، لكن هم برضو ما زالوا لسه صغيرين، يعني احنا كان ممكن ننصحهم بطريقه ما تضيعش مستقبلهم زي ما هم عملوا. يستحق ان هم ينظفوا فعلا السوشيال ميديا كلها مش تيك توك بس. يعني هو شايفه ان هو مش حاجه كويسه ان البنات تطلع ان هي تبقى طالعه بلبس مش كويس، طالعه بحاجه مش محترمه. هو انا معاه جدا بصراحه، علشان فعلا التيك توك دلوقتي بقى بايظ، يعني وخصوصا البنات وكده بقوا يعملوا فيديوهات غريبه، وناس كتير قوي اصلا مش موافقه على الموضوع ده، وشباب وبنات، وانا منهم بصراحه، يعني مع موضوع التنظيف ده جدا. طبعا معاه طبعا، لو عملوا حاجه كويسه ماشي، لكن حاجه تكون خارجه او اوفر مش معاها طبعا، واتمنى ان يمنعوها. يعني بتسيل البلد نفسها وبتسيل الشعب، وبقى الموضوع زياده اوفر. يعني بقى الموضوع انه كل دلوقتي بقى بيعمل، عايز يعمل تيك توك، عايز يعمل مشاهدات، وعايز يعمل الموضوع بقى مد، يعني مفيش هدف فيه. العادات والتقاليد المصريه والعربيه ما تبيحش بالوضع ده، يعني اصلا ما ينفعش. انا مع قرار الدوله بالوضع ده برضه، ما ينفعش يعني البنات تطلع بالوضع ده. انا كعادتنا في الصعيد الموضوع ده ما ينفعش خالص. في حد شخصيه بعينها انتقدتيها قلتي ازاي بتعمل كده، او حد ركزتي عليه؟ هو كتير قوي يعني، بس متهيألي اخر فتره كانوا مركزين مع حنين حسام ديت، وحصل في مشاكل واتقبض عليها وعمل تحقيق. يعني كده، يعني طالما انت اوكي ماشي، انا معاكم ان حنين غلطت وكل حاجه، بس لو انتوا بجد هتحاسبوها يبقى تحاسبوا الباقي. اتنين، موده الادهم ومنى عبد العزيز. قولي لي ليه بقى؟ موده الادهم عشان مقفوره قوي في موضوع، يعني بحس ان هي بتدي مسجز كده مش لطيفه خالص، بتعلم يعني بتعلمنا طريقه حاجات مش لطيفه، خصوصا كان في فيديو لما عملته مع بنت على السرير وكده، ده كان مش حلو خالص. منى عبد العزيز بسبب ان هي كانت بتبين اماكن ما ينفعش ان هي تبان للناس، يعني من جسمها، وان هي والموضوع اللي تعرضت له ده بسبب اسلوبها وطريقتها في تقديم المحتوى بتاعها. يعني بس منى يمكن الوحيده اللي ما اتسجنتش واخدت انها تروح مركز تاهيل نفسي. ايوه، لان هو فعلا كان من تصرفاتها كان باين ان هي مش مستقره نفسيا. في شويه فايبس كده شويه، يعني هما بيحاولوا يطلعوا طاقه مش اكتر. انت شايفه ان هما ما بيقدموش شو مبتذل او بعض الايحاءات زي ما اتقال في التحقيقات النيابه؟ ينفع انا اشوف حاجه مبتذله وهي ما تكونش مبتذله من وجهه نظر حد تاني؟ هل رايي الشخصي ده قانون؟ شايفه ان هما غلط تماما، لان انا برضو لازم افكر في المحتوى اللي انا هقدمه اذا كان مناسب او لا، لاني مش مفيش فئه معينه بتشوف الفيديوهات دي، لا في اطفال وفي اطفال كتير قوي بتشوفهم، ما ينفعش يشوفوا حاجه زي كده. الرقابه حاصله بالاخص على التيك توك والفتيات بشكل اخص، هل شايفه الموضوع استدعى الحمله الامنيه اللي حصلت دي؟ جدا على فكره، واحنا اصلا مع موضوع اللي هو الناس اللي اتسجنت والكلام ده، انا معاه جدا، لانه دوت لو ما حصلش الناس دي هتفضل مكمله في الموضوع دوت وتزيد بقى اكتر وكده، وهيكملوا في الموضوع اوفر يعني. فانا معاه الموضوع ده جدا، يعني ان هم ينظفوا الحاجات ديت بالدواعي الامنيه اللي انت بتقولي عليها وكده. لا انا مش مع الكلام ده خالص. طب شايفه ايه اللي المفروض يتعمل مثلا مع الشباب دول حتى لو هم بيقدموا شيء غير لائق؟ ينفع احط رقابه، بس ما ينفعش ان انا اقبض على الناس.